السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ترموميكس كوزين ماروكان مع فاطمة. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا واحد المربى اللي هو بالبرتقال في ترموميكس. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي معلك وكيفاش كنحضروه بالترموميكس. تابعوا معايا المقادير وكيفية التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هذا المربى بالبرتقال غادي نحتاجو كما كتشوفوا هنايا عندي 2 كيلو ديال الليمون اللي هما البرتقال اللي هما بالقشور ديالهم. غادي نحتاج 2 ليمونات القشره ديالهم او لا قشره واحده كما نتوما بغيتو غادي. والباقي غادي نقيوه مزيان ولا كان البرتقال ديالنا فيه العظم كنحيدو العظم ما نخليوش. هذا انا عندي ما فيهش العظم كما كتشوفوا غادي نديرو كما هو. وغادي نزيدو عصير ديال حامضة واحدة وغادي نزيدو في السكر على حسب الحلاوة. غادي نديرو 400 غرام من السكر سنيدة. كنقيو البرتقال ديالنا بهذه الطريقة هذه كنحيدو ديك الجلدة البيضاء لأن تيكون فيها المرورة. وكدا كنستمر على هذه الطريقة هذه حتى كنقي البرتقال ديالي كامل. وما ننساوش نزلو واحد البرتقالة اللي هي القشرة ديالتها حمراء زوينة كنحيدو منها ما تكونش فيها الجلدة البيضاء عفوا. وكنرقوها غادي نديروها مع الطيب مع الكونفيتور الا بغيتو يعني يجيكم الكونفيتور شويه في ديك الحبيبات ديال القشور ديال البرتقال. كما هكذا هانتوما غتشوفوا معايا على بركه الله غادي نبداو نديرو في الترموميكس. كما كتشوفوا عبرنا البرتقال عندي هنا كيلو وربع تقريبا. وغادي ندير دابا اول حاجه غادي نطحنوه. غادي ندير 10 سكوند فيتيس 7. بغيتو تقدروا ديروا 5 اولا 3 على حسب الا بغيتو تخليو اللب ديال الليمون يبقى باين. بغيتو يجي سائل بزاف كطحنوه كديروا 10. من بعد ما غادي نطحن البرتقال هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفوا هكذا كيجي راه كيجي داك الماء ديالو كيتطلق يعني ما نحتاجوش نضيفو الماء. دابا غادي ندير دوك القشور ديال البرتقال اللي انا حيدت ودرتهم هكذا بالطوال. من بعد راه غادي نعاود ملي يطيب غادي نعاود ثاني نطحنو. بغيتو تخليوهم طوالين هكذاك الا بغيتو تعسلوهم ابار وتزيدوهم على البرتقال حتى هذه طريقه مزيانه. بغيتو يطيب معاه كيطيب معاه ومن بعد كطحنوهم كيجيو غير محببين. انا بغيت يجيني هنا محبب. دابا كنضيف حامضه كامله العصير ديالها عصير حامض وغادي هي 30 الى عبرتو كتلقاو 30 غرام عندي انا في حيت كل حامضه والماء واش كثير فيها الماء ولا لا. وما تنساوش ديروا واحد العويد ديال القرفه كينسمها وكيعطي لهذا المربى كيعطيه واحد المذاق هائل. و 400 غرام من السكر. بالنسبه للوقت غادي نديرو له 30 دقيقه على سرعه 1 ومن بعد 30 دقيقه غادي نشوفو الا كان خاصنا مازال نزيدو له الطياب نضيفو ثاني ربع ساعه. هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفو دابا هو بدا كيغلي. ما نساوش ما نديروش لو بانيي بالنسبه للتايم 5 راه عنده لو بانيي. بالنسبه للتايم 6 ديرو كوفركل لي انتي بروجيكسيون باش ما يفاتش لكم البول على ترموميكس. كما كتشوفوا ها هو دابا تيست الوقت ديال 30 دقيقه. غادي نشوف دابا المربى واش طاب لي مزيان.
كان خاصو طياب غادي نزيدوه. كيبان لي بان مازال ما تغيرش اللون ديالو، كنشوفوه من اللون كيتغير. دابا غادي نضيفلو واحد غنضيفلو اون دوميغ ولا غير ان كاردوغ، وغادي نحيدو دوك العويدات ديال القرفه باش غادي نطحن دوك القشور ديال البرتقال مع الكونفيتور. غادي نضيف، غادي ندير 5 ديال الثواني سرعة 7. بعد ما حلنا الكونفيتور دابا غنزيد له، بان لي بان خاصو مازال شويه طياب، غنزيدو 15 دقيقه على سرعه 1.5. من بعد ربع ساعه ها هو الكونفيتور ديالنا واجد، كما كتشوفوا حتى اللون ديالو تغير. وهذا الكونفيتور كيجي ما نقول لكمش عليه، كيجي لذيذ. غادي نديروه دابا غتشوفوا شي قراعي اللي هما غيتحكم فيهم الاقفال باش تقفلوهم مزيان، ما يدخلش ليهم النفس وكذا، باش يقدر يصبر لكم مده طويله. انا غنديرو في هاد الطاسه اللي عندي، كيتسدو عندهم واحد الجلده كتسدهم مزيان، يعني ما كيدخلش ليهم. وملي تسدو عليهم قلبوا الزلافه ولا القرعه، قلبوها حتى تبرد تماما، وعاد حطوها في المكان اللي غادي تحطو فيه الكونفيتور. كما كتشوفوا هذا هو الكونفيتور ديالنا، راه باقي سخون، دابا غنخليه تيبرد وهانتوما غتشوفوا معايا. كما كتشوفوا هذا هو الكونفيتور، من بعد ما برد هكذا كيجي كيتماسك وكيجي على هذه الطريقه هذه وعلى هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيصدق، كيصدق معكم غزال، كيجي لذيذ. بالنسبه للناس اللي كيتبعوا حميه او مرض سكري، ما خصهمش ياخذوا هذا الكونفيتور لان فيه سكر، وكل سكر، وهو كونفيتور بدون سكر ما كيصدقش، ما يجيش مزيان. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير وصفات اللي هما لاصحاب داء السكري ان شاء الله الرحمن الرحيم، فيها تكون حميه، وغادي نديرو وصفات اللي يقدر الواحد يناولهم وهو ما يحرمش راسو حتى من شي حاجه. هانتوما الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش لي ملي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يصلكم دائما الجديد. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.